بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة هدير رحايمة من أكاديمية أوس التربوي. درسنا اليوم لطلاب الصف الرابع وبعنوان قوى التأثير عن بعد. ماذا أقصد بقوى التأثير عن بعد؟ هي نوع من أنواع القوى. هذه القوى تعمل على سحب أو تعمل هذه تؤثر على هذه الأجسام من دون سحب. يعني مثلا إذا أنا شو بحكي؟ بقول إن هاي نوع من أنواع القوى بتؤثر على الأجسام من دون لمسها، يعني إذا ما بتلمسها هي بتكون قريبة منها. إذا هي نوع من أنواع القوى تؤثر على الأجسام دون ملامستها، حيث تعد قوة الجاذبية الأرضية وقوة الكهرباء الساكنة وقوة المغناطيسية مثالاً على هذه القوى. لابد أن نتعرف، أو أعزائي الطلبة، خلينا نبلش اليوم بقوة الجاذبية الأرضية، النوع الأول من أنواع قوى التأثير عن بعد. إيش بقصد أنا بقوة الجاذبية الأرضية؟ خليني أطرح لكم بعض هاي الأسئلة. ما الذي يجعل قطرات الماء تسقط باتجاه الأرض؟ إذن إيش اللي بيخلي قطرات الماء الموجودة في السحابة تسقط باتجاه الأرض؟ أيضاً ما الذي يجعل هذا القلم يسقط باتجاه الأرض؟ إذن في هناك قوة، هاي القوة خفية، يعني إحنا بنقدر نشوفها؟ ما بنقدر نشوف هاي القوة. هاي القوة جعلت الأجسام تتجه باتجاه الأرض. إذا حتى أتعرف على قوة الجاذبية الأرضية، إذا هي نوع من أنواع القوة الخفية، إذا هي قوة خفية. إذا إحنا شفناها؟ ما شفناها، إحنا بس شو لاحظنا أو شو شفنا أثرها فقط، شو أثرها؟ إنها عملت على جذب الأجسام باتجاه الأرض، يعني مثلا هلا لو ما في قوة جاذبية أرضية كان إحنا هلا كنا إيش؟ طايرين، كل شيء موجود على سطح الكرة الأرضية، يعني هلا لو طلعت على الفضاء مثلا بتلاحظ إنه رواد الفضاء قاعدين بيطيروا بالفضاء، طب شو السبب في ذلك؟ عمرك سألت حالك إيش اللي بيخلي رواد الفضاء بيطيروا بالفضاء؟ شو السبب في ذلك؟ لأنه ما في هناك قوة جاذبية أرضية أو انعدام قوة الجاذبية الأرضية. أما بالأرض يوجد قوة جاذبية أرضية، فكل شيء موجود داخل الغلاف الجوي اللي هو الأرض يعمل على سحب أو بتتجه باتجاه الأرض لأنه في هنا قوة، هاي القوة هي اسمها قوة الجاذبية الأرضية. بالتالي إنه قطرة الماء اللي تسقط على سطح الأرض إذا كان سببها قوة الجاذبية الأرضية. أيضا الثمرة، بتتذكروا قصة نيوتن لما كان قاعد تحت الشجرة وفجأة سقطت عليه تفاحة، قاعد يفكر شو اللي خلى ثمرة التفاح تسقط على، قاعد يدور ويدور ويدور لبين ما استنتج وتوصل إنه في شيء. هذا الشيء طبعا ما بنقدر نشوفه ولا بنحسه ولا بنلمسه، بس له تأثير انه هو بيسحب هذه الأجسام باتجاه الأرض، وهي قوة الجاذبية الأرضية. إذا هي قوة خفية، هذه القوة تسحب، هي قوة خفية تعمل على سحب الأشياء أو الأجسام نحو الأرض، نحو سطح الأرض. وذلك ليش؟ لأنه مركز الأرض توجد هناك قوة الجاذبية الأرضية. هاي بالنسبة لمين؟ لقوة الجاذبية الأرضية. أما بالنسبة للنوع الثاني من القوة المغناطيسية، النوع الثاني من التأثير عن بعد، وهي قوة المغناطيسية. يعني خلينا نجيب مثال، مثلا نطرح عليكم أول في البداية، عندي هذا المغناطيس، كنتوا شايفين عندي مغناطيسين، تمام؟ هذا المغناطيس خلينا نفرض انه هون في قطب شمالي وهون قطب جنوبي. في البداية، طب لو سألتكم السؤال، ليش احنا سميناه قطب شمالي وقطب جنوبي؟ ليش ما سميناه شيء ثاني؟ لأنه شو عملوا هم العلماء؟ علقوا المغناطيس تعليق حر، فلاحظوا انه عندنا المغناطيس اتجه للقطب الشمالي والثاني قطب ايش؟ الجنوبي، فسموه بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي. إذا المغناطيس كمان بتلاحظوا ايش؟ بيجذب مثلا الخشب، يعني لو جبت قطعة خشبة وقربتها من المغناطيس بينجذب إله؟
أكيد لا. طبعا خلينا نجربها كلنا في البيت. أيضا لو جبنا قطعة بلاستيك وحطيناها أو قربناها من المغناطيس بنجذب؟ بالتأكيد برضو لا. لو جبنا قطعة حديد بنلاحظ إنه انجذب. طب إيش المعنات بنتوصل؟ إذا بنتوصل إلى إنه المغناطيس بيجذب الأجسام المصنوعة من الحديد أو الذهب أو الفضة أو المعادن بشكل عام، طبعا بنسب متفاوتة، يعني مش راح تكون قوة الجذب متساوية بالنسبة للجميع، مثلا الحديد والذهب والفضة. إذا المغناطيس يؤثر على مين؟ يؤثر المغناطيس في المواد الحديدية القريبة منه، احنا بنحكي لأنه ايش موضوع درسنا؟ عن القريبة منه مش اللي بتلامسه، لأنه درسنا بيحكي عن قوة التأثير عن بعد. إذا الحديد قطعة الحديد بتكون قريبة من مين؟ من المغناطيس. بنلاحظ انجذاب هاي القطعة إلى المغناطيس أو سحبها من دون ملامستها. طبعا عندنا حكينا عندنا هاي المغناطيس وعندي هاي كمان مغناطيس، تمام؟ عندي هون قطب شمالي وقطب جنوبي، وبرضو عندي أنا هون قطب شمالي جنوبي، هاد خلينا نسميه، نتفق على إنه اللون الزهري جنوبي والأبيض شمالي، تمام؟ هلأ لو أنا جبت القطب الشمالي والقطب الجنوبي خليتهم يقتربوا من بعضهم البعض، بنلاحظ إنه صار في إيش؟ بتحس أنت في إشي بيجذب بإيديك، هيك بتحس إنه في بيجذب، بنلاحظ انجذاب اللي هو القطب الشمالي مع القطب الجنوبي. إذا نتوصل لنتيجة إنه الأقطاب المختلفة تتجاذب. إذا خلينا نسمي هون نورث. إذا هون نلاحظ صار في عملية انجذاب. إذا الأقطاب المختلفة تتجاذب. برضو خلينا نرجع كمان مرة. إذا لو جبت هلأ الشمالي باتجاه الشمالي، لاحظوا معي، بنلاحظ إنه في عملية إيش؟ تنافر، تبتعد عن بعضها لأنهم أقطاب شمالهم أقطاب متشابهة. إذا بتوصل لنتيجة إنه الأقطاب المتشابهة تتنافر. إذا خلينا نحط هون شمالي مثلا. إذا الأقطاب المتشابهة تتنافر. هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للقوة الثانية اللي هي قوة المغناطيسية. أما بالنسبة للنوع الثالث من القوة اللي هي قوة الكهرباء الساكنة، من اسمها كهرباء ساكنة، يعني بتتولد على سطوح الأجسام، الكهرباء على سطوح الأجسام وبتضلها فترة زمنية معينة. أقرب مثال خلينا ناخذ لكم إياه، لما أنا أجيب قضيب بلاستيك وقطعة صوف، تمام؟ لما أدلك قضيب البلاستيك بقطعة الصوف بنلاحظ إنه في شحنات، طبعاً إحنا بنعرف إنه أي شيء في الطبيعة بيحتوي على شحنات موجبة وشحنات سالبة. لما أنا أدلك قضيب بلاستيك بقطعة الصوف، الشحنات السالبة الموجودة على قضيب على قطعة الصوف راح تنتقل لوين؟ راح تنتقل لقضيب البلاستيك، بالتالي راح تكون عدد الشحنات السالبة على قضيب البلاستيك أكثر من الشحنات الموجبة. ولما أنا أجي أقرب قصاصات الورق من قضيب البلاستيك بنلاحظ إنه تقريب وليس ملامسة، يعني أنا بدي أحط قصاصات الورق وأحطها إيش بالقرب منها، بنلاحظ انجذاب قصاصات الورق باتجاه قضيب البلاستيك. إذا هذا يعود إلى إنه في على سطح اللي هو عندي القضيب البلاستيك في شحنات، هاي الشحنات عملت على جذب اللي هي عندنا قصاصات الورق. وبهيك أعزائي الطلبة بنكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.